مرحبا السلام سلام عليكم رمزي. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله في نعم من الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سؤال، هو حديث أجر العمرة أو الحج بعد صلاة الفجر؟ لا يصح. هو مشهور، أعرف أنه مشهور، وكنا نتوهم أولا أنه صحيح، وبعد ذلك تبينت لنا العلل الضعيفة التي فيه. من جلس من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس كتبت له حج عمرة تم ضعيف. وفقنا الله إياكم. السلام عليكم، مرحبا بكم يا أخ ممدوح.